السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزيت المغشوش يقود فرقة مكافحة العصابات بفاس لاعتقال أب وابنه. أوقفت عناصر تابعة لفرقة مكافحة العصابات بولايات أمن فاس أبا وابنه في قضية حيازة وتروي الزيت المغشوش. واستعانت الفرقة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذه العملية، وتمت إحالة الموقوفين الذين يعمدان إلى خلط زيت الزيتون بزيت المائدة على المحكمة في حالة اعتقال. وجرى حجز الزيوت المشكوك فيها من أجل إخضاعها للخبرات الصحية اللازمة والتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك أو إضرارها بالصحة العامة. ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة وكذا عمليات التفتيش بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من حجز 1130 لتر من الزيوت المشبوهة بمنزل المشتبه فيهما بداخل براميل وقنينات بلاستيكية جاهزة للبيع.